وياك مطلبنا حرية الكل ثاير. وفي ختام فقراتنا الولائية بالمدائح العلوية، أنا بحيدر علي دايم احترازي، وعند الصراط هناك من أبدي الولا فيها مفازي، حب علي الكرار أعمال الإنس والجن كلها يوازي، وخلنا الليلة نستانس ونفرح ونبعد عنه صوت التعازي، وخلنا بشيلة المداح نعلي الصوت بالوصف المجازي، وخلنا ندعو للمنصة المبدع الرادود فوز الدرازي، ونسبق بصوت الصلاة على النبي وآل ارتكازي. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من يوم تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني. اللهم صل على محمد. الله ملاحظ ان الاستاذ وايد بالغ في المدح يعني. نزف اسماء ايات التهاني والتبريكات لك يا سيدي يا صاحب العصر والزمان، بولادة النور العظيم والبدر المنير أبا الحسنين علي عليه السلام، ونسأل الله أن تدوم الأفراح والمسرات، وإلى العلماء الأعلام وإليكم أيها المؤمنين والمؤمنات بهذا المولد العظيم، مولد النور، مولد الرحمة ومولد الكرامة، مولد سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نسأل الله أن يديم علينا الفرحة والسرور. ولد الجمال فأترع القداحة واسكب لنا الأشعار والمدح، وأدر علينا الكأس صافية حتى إذا عمد الصباح صحى، الآن صدر الأرض طاب لنا وتنفس الصعداء وانشرحا، وأطل من شرف السماء ملك يسجي الهنا، ويمطر الفرح، والطير في أغصانه رقصت أنغامه وبلحنه صدحا، وفم الزمان بمائك انتعشت سبحاته وضياك قد لمحا، يا قطب دائرة الهيام لكم برح الهوى والشوق ما برح،
صلى عليك الحب أغنية تسبي الشعور وتعجز الفصحى. صلوا على محمد وآل محمد. مولاي يا كل الجهات على هذا الجمال، من الذي مسح؟ الله 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 يا وجها ينير به كل الوجود ويتعب الوضح، والله جل وعز جانبه لولاك ما رفع السماء ودحى. صلوات هذا مو قبول منك، أريد صوتك أرفع من هذا. صلوات على محمد وآل محمد. إيه كذي؟ أي كل التعشق في دمي طفحا، وهواك بين أضالعي سنحا، والروح تغرق كلما سبحت بك، ما الفؤاد بك والفؤاد بحبك انقدحا. صلوات لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغدتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. صلوات هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد إن اشتد الحراب، علي التبر والذهب المصفى، علي التبر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. صلوات الثانية يرحمكم الله. الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. أريد صوتك، بارك الله فيك، ولا نريد أحد يخجل. ارفع العلم ولا يبي يصفق صفق على راحة. لا إله لا إله لا إله إلا الله، لا إله لا إله لا إله إلا الله، لا إله لا إله لا إله إلا الله، لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله، لا إله لا إله لا إله إلا الله، لا إله
لالي 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 وغير حيدر ماني والي لالي 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 وغير حيدر ماني والي دا تريدني اواصل اياك او اريد منك جواب ارفع صوتك حتى تساعدني لالي 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 وغير حيدر ماني والي لالي 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 وغير حيدر ماني والي علي يا الحب هيمان ودرب الكفر غيره عيش بثابت الأركان ولا لحظة نغيره علي حب علي إحسان علي نخواه غيره ودنيا بغيره لو كان إش كثر دنيا صغيرة إش كثر إش كثر دنيا عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي لالي 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 إيه سمع عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي لالا حب أقلى غالي وغير حيدر ماني والي تعيش انت بلا ماي وتستغني لوهلة وعلي مثل الهوى وهاي حقيقة ما هي سهلة بلا سكر اكو الشاي واذا بالسكر احلى بلا حبك يا مولاي ما تسوى الدنيا كلها ما تسوى اول وما فوق عالي غير حبك ماني والي لالي 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 وغير حيدر لالي 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 وغير حيدر ماني والي أول ما فوق عالي وغير حيدر ماني والي بعد مو عاجبني جوابكم صراحة يقول أخ جعفر الإسلامي يقول مو عاجبني كلش الجواب في الدراسة أحلى ترى عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي لالي لالي عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي اي علي الحب هيفوح في كل اللي يعشقونه علي للجسد والروح ولا دنيا بدونه دواء هذا للجروح وخلي يجربونا وعطفه وبابه مفتوح لا حتى اللي يبغضونا ولا حتى ولا حتى ولا حتى حبا براس الليالي وغير حيدر ماني والي لالي 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 حبا براس الليالي وغير حيدر ماني والي نورة في الدنيا يالي حبا في الدنيا نلالي وغير حيدر ماني والي نورة في الدنيا يلالي وغير حيدر ماني والي حبا براس الليالي وغير حيدر ماني والي
لالي 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 وغير حيدر ما نوالي. إيه هلا هلا. هذه إهداء إلى اللي متزوج، نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يزوج كل عزوب إن شاء الله. علي تتزوج أجيال بعد أجيال ربك عشان نربي عيال على خطك ودربك ويمتد مذهب الآل ونكثر من يحبك رخيص الذهب والمال تحت كلمة أحبك تحت كلمة أحب وتحت كلمة ننسى وياك الغوالي وغير حيدر ما نوالي لالي لالي قلبي نبضات دوالي وغير حبك ما نوالي لالي 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 وغير حبك ما نوالي بالنيران بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر اذا البحران ينطع عرقه كل البلد يتدمر على عيسى بن قاسم لا تتعدى خط احمر ها اخوتي ها ها اخوتي ها يقلب سافلها بعاليها يقلب سافل او يقلب سافلها بعاليها او يقلب سافلها بعاليها ها اخوتي ها ها بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر اذا البحران ينطع عرقه كل البلد يتدمر على عيسى بن قاسم لا 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 لا, لا تتعدى خط احمر يقلب سافلها بعاليها ويقلب سافلها بعاليها ويقلب سافلها بعاليها ويقلب سافلها بعاليها كنا نروح فدوة ويسلم القائد على هذا عهد هذا على لو يشهد الواحد سموهم ترى سمعوهم ترى هذا الشعب صامت اخوتها اخوتها برواح نفدي قائدنا برواح نفدي برواح نفدي قائدنا برواح نفدي قائدنا علي اسمه يزلزل كل عرش ظالم وصرخت يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي وصرخت يا علي كم ترعب الغاشم اي والله ننادي بحق ربي احفظ شبل قاسم اخوتها اخوتها اي والله بارك الله فيك
وانصرنا يا رب عليهم وانصرنا وانصرنا يا رب عليهم وانصرنا يا رب عليهم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له أحمد الله إني شيعي موالي أحمد الله أحمد الله إني شيعي موالي صوت صوت سمع لا تبخل حبيبي يلي حبنا بتبكي الوصالي ما اسمع صوتك غازي أحمد الله إني شيعي موالي ما أريد أكرر إن أنت ترفع صوتك حتى تشجع وتفعل ياك أكثر طه طه يا قمر في الليالي إيه هلا رفرف رفرف أحمد الله إني شيعي موالي طه طه منك أحسن نوالي ارفع ارفع سمع طه طه يا قمر في الليالي طه النبي أمي تنادي عليها طغى كل ظلوم عادي ولدولتك تنشر الأيادي يمتى تطل شمسك البهية أحمد أحمد عن يميني وشمالي أحمد الله طه طه يا جوابي وسؤالي شكلكم تمللتون صراحة ارفعوا صوتكم لا لا تبخلون أحمد أحمد حب عالم خيالي إيه جدي سيد أحمد أحمد عن يميني وشمالي فوق فوق هلا إيه طه طه يا قمر في الليالي أحمد أحمد حب عالم خيالي هذه للشياب ترى إلى الشياب اللي ورا قاعدين طه طه يا قمر في الليالي في موكبك للأبد نحارب ما نخشى من عدانه النواصب ولنا نحب وهالمحب بواجب شيعة ونحب فاطمة الزكية هذه عقيدتنا ما تبدل نوالي النبي على من تنزل أحمد أحمد عن يميني وشمالي أحمد الله إني شيعي
طه طه يا جوابي وسؤالي طه طه يا جوابي وسؤالي يلي حبنا بتبكي الوصالي وطاها طاها يا قمر في الليالي عترت محمد غاية ووسيلة تاج العلم ومنبع الفضيلة كفتنا يوم الحشر ثقيلة منهم نفوز بمرتبة عليا ويوم الحشر ظالما هم أعمى أعظم وصف للذكر يعمى بآي الضحى والفلاق عما هم رحمهم خيره الرياحية أحمد أحمد أغلى من كل غالي أحمد الله النشيع موالي عالنبي صلي وآله ما شاء الله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله ما شاء الله ما شاء الله هلا ما شاء الله ارفع 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 بعد ما شاء الله عيدها عيدها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الراوي لما انشق البيت الحرام وتساقطت الأنوار وزجها جبرائيل عليه السلام من جوف الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زجها جبرائيل منه كما كان أولا بإذنه تعالى قال أبو طالب فأشفقنا عليها من تلك الحالة وأردنا أن نفتح الباب لنصل إليها فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا فعلمنا أن هذا الأمر من قبل الله فرجعنا إلى منازلنا نور الفجر لالة والفرحة سيالة قلب السماء نبض ورود الله الله طابت لنا السمرة هالليلة هالقمرة حبلانا بشرف مولود الله بان الصبح ضيا حي السعد حيا فرحاهم عليها حدود الله فاح المسك الاذفر وتنفس العنبر وجه الصباح الممدود الله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وجاوب الله ما شاء الله هلا هلا ما شاء الله إيه ما شاء الله ارفع ارفع سمع سمع ما شاء الله وقالت فاطمة فلما دخلت الكعبة جلست على الرخامة الحمراء ساعة وقد كشف الله عن بصري فرأيت جبرائيل قد هبط عندي ومعه صفوف من الملائكة وضرب على الكعبة 1000 ستار و1000 علم من نور ما بين السماء والأرض ثم صعد إلى السماء ومعه جبرائيل وميكائيل وكثير من الملائكة وطافوا بالبيت الحرام ثم أقبلوا ومعهم النبي محمد
صلى الله والكعبة مختالة نور النبي وآلة زمزم شمس تجري النور الله نور الفجر واضح هنينا ويصافح ويتنفس علينا زهور الله بيت بيت الله بالكعبة كل الملايك به صوب العرش جنها طيور طفل علي نارة والجنة نوارة طفل علي نارة والجنة نوارة مليانة مولاي مليانة ولدان وحور مليانة ولدان وحور عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله ما شاء الله ما شاء الله سمع ما شاء الله ولما أقبلوا علي ومعهم ولدي محمد نقدمهم كالبدر الساطع في أوساطهم وهم عن يمينه وشماله وسمعت جبرائيل عليه السلام يقول يا محمد ربك يقرئك السلام وقف أحبائي وقف ربك يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك استقبل علي عند خروجه من بطن أمه قالت فاطمة ثم جلس النبي محمد صلى معي ساعة وإذا أنا قد وضعته عليه السلام أفضل الصلاة محمد والي علي صلوات وشعل حسن منا لا مو قمر كنا وين القمر منا وين الله بزلوفه السودة مثل الغصن عودة مثلان شافت عين الله وعيونه شتالة مثل المسك خالة في صافي خده اليمين الله الله على يمينه والله على شماله هالضحكة بالخدين الله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصل ما شاء الله نشكر رادود فوزي الدرازي على هذه الجلوات الجميلة تفضل نائب رئيس المأثم سيد موسى السيد نعمة لتقديم هذه الرسالة وهي قليل في حق هذا الرادود الذي طبعا ساهم في رسم